أهلا بيكم النهاردة في هاملتون ليك في مدينة هاملتون، ودي تعتبر من التجارب الممتعة جدا. يعني أي حد جاي على مدينة هاملتون لازم يزور هاملتون ليك. طبعا الليك هي كبيرة جدا، الميزة فيها كمان أنكم بتقدروا أنكم تتمشوا على حوالين الليك كلها، داير ما يدور، يعني في النقطة اللي انتوا بدأتوا منها بترجعوا فيها تاني لما تمشوا حوالين الليك كلها، فدي ميزة حلوة قوي. ده المنظر كلها بتاعها. انا المكان اللي انا بصور منه دلوقتي اللي هو يعتبر المدخل الرئيسي بتاع الليك، وهو عند البلاي جراوند اللي هي منطقه العاب الاطفال، وهي منطقه كبيره قوي، فالاطفال ان هو ييجوا هنا يقضي يوم حلو جدا. يعني زائد كمان ان في مطعم وكافيه بيطل على الليك، ده حلو قوي. خلينا مع بعض كده ايه نتفرج على البلاي جراوند وتشوفوا الالعاب قد ايه ومتنوعة لكل الاعمار. يعني هنا يعتبر المكان اللي فوق ده، هنا دي منطقة ألعاب لسن أكبر شوية، في كمان جزء مخصص لألعاب الأطفال الصغيرين أو اللي هو سن تحت 5 سنوات، وكلها متحوطة ومتصورة علشان يبقى في أوليها بوابات فيبقى في أمان أكتر للأطفال، ما تخرجش بره وتروح على منطقة الألعاب بتاعة الكبار. دي المنطقة بتاعت الألعاب للأطفال الصغيرين. ده منظر الليك مع الممشى. طبعا الكافيه والمطعم حاليا قافلين لأن أنا بصور في وقت متأخر شوية أو اللي هو الساعة 7 بالليل، فهو غالبا ممكن بيكون بيقفل 5 أو 6، فعشان كده هو مش فاتح. وكمان في بتاع آيس كريم. ففي ألعاب كتير جدا ومتنوعة. في ناس ان هي بقى بتيجي بتجيب معها اكلها والكراسي بتاعتها وتقعد بقى ان هي تعمل بيكنيك هنا وتبقى قاعده مستمتعه بالمنظر والاولاد يلعبوا. الحلو كمان ان في ناس بتيجي مخصوص ان هي تأجل البط والبجع والوز اللي موجودين في البحيرة. تمشية حلوة قوي على الليك. يعني بجد من الحاجات الحلوة قوي للناس اللي طبعا عايشين في هاملتون عارفينها وجم زاروها كتير، للناس اللي عايشين في اوكلاند او في المدن التانية ياريت انكم تيجوا هاملتون لان هي فعلا حلوة قوي. الليك اللي هي بتاعت مدينة هاملتون اسمها ليك روتوروا.
شوية إرشادات علشان يعني ان هي زي مثلا ان المية دي مش للشرب، مفيش سباحة، الكلاب برضو ما تنزلش المية، مفيش بوت او اي او مركب يعني ان هو يدخل الليك. في هنا شوية بجع ووز، فأجي أصورها لكم. المنظر حلو قوي. اتمنى انكم استمتعتوا بالمنظر الجميل بتاع هاملتون ليك. هي مشهورة باسم هاملتون ليك، لكن الاسم الحقيقي بتاعها اللي هو ليك روتوروا. هو في لخبطة شوية لان في مدينة اسمها روتوروا، بس هي معروفة بهاملتون ليك اللي هي البحيرة بتاعت مدينة هاملتون. ما تنسوش فيها بلاي جراوند كبيرة لجميع الاعمار من السن الصغير خالص لحد السن الكبير. كمان فيها كافيه، كمان فيها ممشى حوالين الليك، كلها داير ما يدور. فلو ركنت في مكان لما هتلف الليك كلها ترجع لنفس المكان تاني. فحلوة جدا، هتستمتعوا جدا بالتمشية فيها، وان شاء الله تقضوا وقت لطيف وظريف فيها.